انت لو مفيش قوانين لفهم النص اي واحد ممكن يقول اي حاجة وكل الناس هتمشي وراه. خلاص كل واحد يقول اي حاجة وكل الناس تمشي وراه، يبقى مفيش ضابط. طيب اديكوا مثال عقيدة المعمودية بمثال تاني. واحد بيقول طائفتي تؤمن بمعمودية الاطفال زي ما سمعنا، نعمل ايه هنا؟ دي حاجة ما ينفعش انت تسيبها عايمة، انت لازم تاخد موقف. هل انت بتؤمن بمعمودية الاطفال ولا لا؟ اوكي، ليه؟ لانه في اكشنز، في افعال هتترتب عليها. اول حاجة، لا يوجد طائفة عندها الحق المطلق، الطائفة بشر والبشر ناقص، كويس؟ لا يوجد طائفة عندها الحق المطلق، الحق المطلق موجود فقط في كلمة الله. دي أول حاجة، يعني ما تقولش عشان أنا دي طائفتي فبالتالي أنا صح، لا. واحد، اثنين، ادرس الموضوع في كل مكان ذكرت فيه المعمودية وانظر هل في أطفال ولا لا. زي ما بقولوا المية بكتب الغطس، أنت ليه منفعل كده؟ وهو الكتاب، ادرس الموضوع، لقيت فيه معمودية أطفال أهلا وسهلا، ما لقيتش خلاص ما فيش. مين؟ وليه؟ لأنه الرب يسوع قال من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها وشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر. العقائد دي بتبني على ايه؟ على الكتاب وهكذا. ثلاثة، دع النص يتكلم إليك واخضع أنت له وليس هو الذي يخضع. خلي النص يتكلم، خلي النص يعبر عن نفسه، واخضع أنت ليه حتى لو طلعت أنت غلط. أربعة، امشي مع التفسير اللي ليه ثقل أكثر وسند كتابي أكثر وأقوى وليس الذي له قناعات منطقية وبغض النظر عن رأي طائفتك. شايفين كلامنا؟ سند كتابي مش كلام. سند كتابي أكثر، عنده ثقل أكثر، وعنده آيات يعني بتدعمه، بالذات الكلمات المتكررة. عايز اقول لكم، فاكرين في الملاحظه قلنا ابحث عن الكلمات المفتاحيه، كل كلمه متكرره مفتاحيه. اي كلمه تكررت في الاصحاح مفتاحيه، هي دي اللي بتدي ثقل ووزن للعقيده بتاعتك، انه في كلمه متكررت، كويس؟ فانت هنا عندك سند، بعكس من انه انت تقول تتخيل مثلا، تقول ما اللي جم المجوس اللي جم يسجدوا للمسيح كان عددهم ثلاثة، مش مكتوب ثلاثة ولا عندكش اي سند ولا خمسة ولا سبعة ولا اي حاجة، ما تقدرش تبني عقيدة على الحتة دي. ثلاث هدايا ثلاث هدايا بس، ثلاث هدايا مش بالضرورة معناها انه كان عددهم ثلاثة، صح؟ هنا انت ما عندكش اي نص يسندك. في قاعدة تفسيرية بتقول حيثما وجد النص بطل الاجتهاد. انت ثلاثة دي اجتهاد من عندك، انت ما عندكش نص يسند التفسير بتاعك ده. النقطة بعديها، افتكر الآية دي، انت بتشتغل في الوي، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، أكثر من الطائفة، أوكي؟ أنا مش همشي ورا الناس بل ومع الكتاب. ليه؟ لأنه أي رأي أنت هتجيبه هيكون لك الضد. لو قلت معمودية الكبار صح عندك ناس هتقف ضدك، وقلت معمودية الصغار صح في ناس هتقف ضدك، هي كده، خلاص؟
الكتاب مرتين ونخلص بقى. الكتاب يجب ان تكون له الكلمه الاولى والاخيره. احنا كده بنرضي الناس، انا كده رضيت الطرفين، انا عايز ارضي ده وعايز ارضي ده. لا انا عايز ارضي ربنا بس. شايفين في بريشر؟ عشان كده بقول لكم في ضغط من المجتمع، وفي ثمن على فكره بيدفع. وفي ثمن بيدفع، انت عارف لما تقول الحق كويس الناس مش هتسيبك. ما هو بولس قال لهم ان كان يعني بالناموس بر فالمسيح مات بلا ذنب، قال لهم وان كان الاموات لا يقومون. احنا تعبانين ليه وبنضطهد ليه اشقى جميع الناس اشقى جميع الناس، ده انا بموت كل ساعه وهكذا. ففي صليب لازم احنا نحمله كويس. الصليب هو الالم في سبيل طاعه الله او طاعه المسيح. طيب انتماء الاول والاخير هو ليس للطائفه بل للرب وللكلمه. هنا بولس بيقول لهم ايه في كولوسوس الاولى 3:1-4: وانا ايها الاخوه لم استطع ان اكلمكم كروحيين بل كجسديين كاطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لانكم لم تكونوا بعد تستطيعونه، بل الان ايضا لا تستطيعون لانكم بعد جسديون. فانه اذ فيكم حسد وخصام وانشقاق، الستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لانه متى قال واحد انا لبولس واخر لابلوس افلستم جسديين؟ ايه سبب انهم جسديين؟ انقسام وانقسام ورا مين؟ دي من علامات ايه؟ الطفولة الروحية. ان انت تقول انا ماشي ورا فلان، انا ماشي ورا ده هو الطائفة بتاعتي. وإذا في أي عقيدة أنا بؤمن بيها ده لأنه ليها أساس هنا. أمين. أنا همشي ورا بولس بس لأنه الكتاب بأيده. أنا همشي ورا أبولس بس عشان الكتاب بأيده. بولس قال لهم تمثلوا بيا بس ما سكتش، قال لهم كما أنا المسيح. أوكي؟ طيب نرجع إلى ما توقفنا في فيليبي 3:7-10 بيقول أعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. أنا عايز أعرف. في ناس مش عايزة تعرف، يقول لك خلاص احنا عندنا واحد بيورينا كل حاجة. انت ليه تقول؟ كيف تفسر رؤيا 3:14؟ واكتب الى ملك كنيسة الكتاب بإيد هذا يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق بداءت طريقة الله. بداءت طريقة الله. المسيح هو أول واحد خلقه ربنا، وبعدين إداه هو يخلق كل حاجة. أها شو دي ترجمة بس دي. هي أصل كل خليقة. The beginning of the creation. هذه كلمة beginning. نشوف كلمة beginning ممكن تحل لنا المشكلة. Strong ونكبرها. Archie. أساس. Commencement بداية. Chief. رئيس. رئيس. شايف ازاي؟ ها؟ Chief, beginning, corner, first, الأول. Power, principality, سلطان أو رئاسة. كويس، أقول لك فوق الرئاسات. Principle, رئيس. Rule, حاكم. تقبل دي وتقبل دي.
تأخذ أمين. ليه خدت دي؟ أنت عندك بايس. أنتم عندكم ميل للاهوت المسيح. ليه تأخذ دي؟ أولاً إحنا البايس اللي عندنا أو الميل اللي عندنا لأنه في آيات كتيرة بتسند لاهوت المسيح. فإحنا اتفقنا لما تلاقي آيات كتيرة تفسر الجزء في ضوء الكل، مش تفسر الكل في ضوء الجزء. أوكي؟ يعني الميزان احنا قلنا الميزان عندك مثلا هنا 10 ايات وهنا عندك مثلا 400 آية. انا مش هفسر ال 400 على ضوء العشرة، هفسر العشرة على ضوء ال 400، دي واحدة من العشرة. اوكي؟ فانا هفسرها في ضوء الكتير. اوكي؟ طيب هنا يبقى هنرد نقول ايه؟ ايه الخطوة اللي بعديها؟ لقينا انه هي بتقبل فيرست وبتقبل تشيف وباور برنسيبل ورول وبتقبل بيجينج. استنى دلوقتي مش هختار حاجه، هشوف اخر الايه الاول ايه وبعدين نقلها. صح صح تمام. في حل تاني، اشوف الكرييشن، اشوف الكرييشن اللي هي بقيه الايه يقصد بيها ايه بالظبط، الكرييشن وارجع لها دي. تمام. في حاجه تاني ما تفوتش عليكم، قلتها المره اللي فاتت، قلنا لما تيجي تدرس الكلمات تعمل ايه؟ مش بس تشوف الاصل بتاعها، لكن تشوف اول مره ذكرت فيها وكم عدد المرات اللي ذكرت فيها وترجمت ازاي. وجبت لكم مثال في حته ايه؟ بحته وذا العذراء تحبل، صح؟ مش خدنا المثال ده؟ وقلت لكم العذراء هي مرأة اشعياء، صح؟ صح. قلت لكم في تفسير بيقول كده، صح؟ بس جبنا تاني انه كلمه عذراء وردت 7 مرات، في كل مره جت بمعنى عذراء او بنت لم تتزوج. اوكي؟ اوكي؟ طيب تعالوا شوف هنا، لو خدنا دي ادي عدد المرات، كررت كام مرة؟ 59 مرة. 39 مرة بمعنى بيجينينج. واخد بالك؟ 39 مرة بمعنى بيجينينج، يبقى الغالبية جت بمعنى البداية. في مرات تانية جت بالمعاني اللي احنا عايزينها، برنسيباليتي السلطان وبرنسيباليتي وباور برنسيبلز ورول، دي كلها بس مرات بسيطه. يبقى هنا اصل اللغه يخدم بس مش كتير، يخدم انه ده مش بس المعنى، الكلمه دي جت بمعاني تانية. دي اول خطوه كويس في الرد، ازاي تثبت انه المعنى تشيف يعني رئيس او رأس مش بيجينينج. نقرا الناس تاني، اكتب الى ملاك كنيسة اللاودكين هذا يقول له الامين الشاهد الامين الصادق بداءة خليقة الله. ازاي نثبت كويس انه كلمة بداءة معناها رأس خليقة الله؟ بس هو حقيقي المسيح بداية الخليقة الجديدة، يعني كل نسل آدم دول نسل آدم نفس الجنسية بتاعت آدم. آدم الثاني. لكن آدم الأخير دي جنسية جديدة، دي خليقة جديدة. هنا بقى ابتدى في كلام يطلع محاولات. ده كلام صح. هو قال بداء خليقة الله. ممكن تكون خليقة جديدة وممكن تكون خليقة قديمة. صح؟ إذا قلنا الخليقة الجديدة مثلا. الخليقة الجديدة ده اسمه آدم الجديد الأخير. الأخير آدم الأخير ده عمل، ده بداية نسل جديد، صح؟ ده تفسير. أول تفسير ممكن نقوله إنه اللي إحنا قلناه دلوقتي إنه هو بداية الخليقة الجديدة. الخليقة القديمة بدت من آدم انتهت في الصليب.
بعد الصليب صار في خليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. فهو خليقة جديدة. مخلوقين ثانية، مخلوقين في المسيح يسوع، سوري، لأعمال صالحة فسبق الله فعدها لكي نسلك فيها. خلاص، يبقى التفسير الأول بداءة خليقة الله هو آدم الأخير، التفسير اللي احنا قلناه ده دلوقتي. في حتة مهمة جدا في الكنيسة اللاودوكيين دي، المفتاح في ان هو قال اللفظ ده بس الكنيسة اللاودوكيين. المسيح هو الرأس، لأنه مكتوب كده في رسالة كولوسي 1:18، وهو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. وهو رأس الجسد، جسد ده اللي هو الكنيسة، الذي هو البداءة، البداءة بكر من الأموات لكي يكون هو متقدما في كل شيء. المسيح هو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداء، ما قالش هي. فيبقى البداية معناها ايه؟ المسيح هو رأس الجسد، رأس الكنيسة الذي هو البداء. يبقى البداء معناها ايه؟ رأس، رأس الجسد. البداية معناها الرأس، البداية معناها ايه؟ الرأس، معناها الرأس. كويس؟ طيب، ايه مين اللي قال لك انه التفسير ده ينطبق على سفر الرؤيا 3:14؟ ده تفسير رائع ده، كده انت يعني ضربت العدو في مقتل، لكن فاضل انك تثبت العلاقه ما بين الاثنين. العلاقه ما بين هي مكان كنيسه كالوسي فين مره ثانيه؟ يا سلام عليك، انت ابتديت تقرب قوي. جنبيهم شويه، جنبيهم شويه. مش عارف، لا انت بس اعتقد ان في قربت جدا. شوفوا الايه دي في رساله كولوسي، اخر رساله، اصحاح 4 والعدد 16. لهم نقرا من 15، سلموا على الاخوه الذين في لاودوكيا. سلموا على مين؟ بتوع لاودوكيا، وعلى نيمفاس، وعلى الكنيسه التي في بيته. ومتى قراتم عندكم هذه الرساله فجعلوها تقرا ايضا في كنيسه لاودوكيا. شفت ليه بيقول له في رؤيا لملاك كنيسه اللاودوكيين بداءه خليقه الله؟ لانه هم قروا الرساله ديت بالظبط. الرساله بتاعت سفر الرؤيا اتكتبت في سنه 92 ميلاديه، ورساله كولوسي من اوائل الرسائل اللي اتكتبت بالظبط، اتكتبت سنه 60 ميلاديه. يعني سفر الرؤيا بعد رساله كولوسي باكثر من 30 سنه المفروض يكونوا قروها. عشان كده يقول له، يقول له بداءة كل خليقة، لأنه بتاع كولوس بتاع اللاودوكية فاهم تفسير بداءة كل خليقة. بداءة كل خليقة اللي هي إيه؟ أو بداءة خليقة الله، سوري، اللي هي إيه؟ هو رأس الجسد الكنيسة الذي هو البداءة. لما نقول بداءة خليقة الله معناها رأس خليقة، هو رأس الخليقة الجسدية ورأس القديمة ورأس الخليقة الجديدة. ايه الدليل انه رأس الخليقة الجديدة؟ انه ده آدم الأخير. هذا يقوله الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة. ليه قال له التعبير ده؟ الشاهد الأمين؟ ليه قال له بداءة خليقة الله؟ ايه اللي جابها اساسا؟ احنا قلنا هو هيفهمها صح لانه قرا رسالة كولوسي، صح؟
احنا طلعنا من النص ده خالص، بس ساعات بعد ما تجاوب انت بتحتاج تعضد الرأي بتاعك. ليه قال له في رؤية 3-14 المقطع ده؟ ليه قال له؟ ليه قال له بداءة خليقة الله؟ يعني رأس خليقة. ولما يقول حاجة ده لأنه بيعالج مشكلة في الكنيسة. إيه المشكلة اللي كانت عندهم هو عايز يعالجها؟ فجاب اللقب ده أو جاب التعبير ده. ما ده تعبير غريب، احنا قلنا ما تفوتش حاجة. قلت ايه ده؟ كان بيفتكر ان هو غني و... يا سلام عليك. وغير محتاج و... بالظبط ده رد، اشتري مني ذهب. بالظبط ده رد على عدد 17، بيرد عليه في عدد 17. دي مشكلة من مشاكل ملاك الكنيسة او الكنيسة ديت، انها تقول اني انا استغنيت، اني انا غني وقد استغنيت. بقول له استغنيت مين؟ انا الراس بتاعتك، تقدر تستغنى عني؟ انا راسك. دي قال له هكذا يقول الامين. دي مش امين، دي الامين. يعني ايه الامين؟ صح. او ممكن نقول ايه لما انت يعني ايه في اخر الصلاه انت تقول امين؟ ليكن ذلك، ليتحقق ذلك. لما يقول انا الامين معناها انا اللي بحقق الوعود. ده واحد من القاب المسيح. يعني يجي ابليس يقول لك لا ربنا مش هيعمل بكلامه. ازاي دي واحده من القابه. قال له انك فاتر ولست باردا ولا حارا. يعني ايه؟ عشان تعرفها لازم تعرف الخلفية التاريخية بتاعت المكان ده. المكان ده كان فيه مية بتيجي معدية، اوكي؟ في زي تلاقي نهرين كده، يعني زي في الخرطوم. في نهر جايب مية باردة، دي اللي يشرب منها كان يندعش. وفي نهر تاني جايب مية سخنة، دي كانت بتعالج الأمراض. بعدين يتلاقوا مع بعض المية تبقى فترة لا باردة ولا سخنة وما تنفعش في أي حاجة. فهو جاب له بحاجة هو يعرفها. قال له أنت لست بارد ولا حار، أنت فاتر. بعدين الدليل على كده بيقول له، في ناس بيقول لك تفسير بيقول لك حار يعني سخن روحيا كده، حارين في الروح. بارد يعني يعني يكره المسيح كده، او ملوش اي علاقه بالمسيح، ما يتمشاش لانه بيقول له ليتك كنت باردا. يعني المسيح يقول لك ليتك تكون بارد، تكون ضدي، ما عندكش مشاعر تجاهي. انت عايز يقول له انت لا بتدي انتعاش ولا بتدي شفاء، انت يوزلس، انت فاتر، انا مزمر عن تقيأ. ليت كنت كده او كنت كده. فلانه الكنيسه دي ملهاش فايده، كنيسه فتره، الشهاده بتاعتها فترت. مفيش الشهاده هي ايه؟ هي التاثير في الاخرين. لا مفيش تاثير في الاخرين، لا شفاء ولا انتعاش ولا اي حاجه. فعشان كده قال له انا الشاهد الامين. انت فشلت في الشهاده بتاعتك، انا ما فشلتش. نفس الوقت بيمدحه، جه في الاخر بيقول له ان كل من احبه واحبه وادبه فكونوا خيورا وتوب. يعني الكلام ده كله في الاخر وعايزه يتوب. انا بحبك. يعني بالظبط، مش معنى الكلام ده يعني انك وحش قوي، لا انت بس عايز تتوب وترجع. كويس. بصوا الملاك ده بالذات ما اتقالتش في حقه ولا كلمه كويسه، غير انه قال له انا بحبك بس عشان كده انا بوبخك. بس يعني الباقيين كله يقول له انا عارف صبرك وتعبك وكده 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 وكده. بعدين يقول له كلمه توبيخ في الاخر. بس الراجل ده ما اتقالتش في حقه ولا حاجه كويسه، وفي الاخر قال له توب. ولاحظوا توب هنا للمؤمنين. لو انت تفتكر ان انت عشان مؤمن انت مش محتاج تتوب، لا. هما كانوا 7 كنايس، 5 منهم قالوا توب. 5
فإذا كان قال لي دول توب فكان بالحري إحنا محتاجين إلى التوبة. جاوبنا على بداءة خليقة الله. الحل إيه؟ رسالة كولوسي. تمام؟ وطبقنا تقريبا معظم قواعد التفسير مش كده؟ طبقنا اللغة، طبقنا القرينة، قلنا ليه هو قال كده، وطبقنا قانون لماذا؟ نشر أرقام. الأرقام مش قانون يعني، الأرقام واحدة من الحاجات اللي كده. كويس؟ وطبقنا الكروس ريفرنسز أو الشواهد. دلوقتي هندخل في حاجة اسمها قواعد خاصة للتفسير. طيب عندنا تركيبات أدبية معينة في الكتاب تتطلب قواعد خاصة للتفسير. كده احنا خلصنا قواعد التفسير السبعة العامة الكبيرة. خلاص؟ هندخل في قواعد متخصصة صغيرة. كويس؟ طيب عندنا القصص ليها أسلوب تفسيري معين، والأمثال والشعر والتعبيرات المجازية والنبوات، كل واحدة من دول ليها طريقة تفسير خاصة بيها. كويس؟ زيادة على السبعة قواعد اللي احنا درسناها. لو دخلنا أول واحدة أسلوب القصصي. كويس؟ اللي هو القصص بتاعت الكتاب المقدس. القصة هي وسيلة رائعة جدا لتوصيل الحق الإلهي. دي واحدة من الوسائل. مين الهدف؟ هو توصيل رسالة أو تعليم معينة من خلال حياة الناس ومشاكلهم وتحدياتهم. يعني مثلا سفر يوحنا اللي احنا هندرسه ده قصة. كويس؟ بنتعلم منها. ثلاثة، الغرض من القصة ليس تقديم سيرة ذاتية عن الشخص، وإلا وجب تدوين كل يوم من حياته. صح؟ فالقصة مش هتلاقي فيها كل التفاصيل أو سيرة ذاتية، مش الهدف السيرة الذاتية. الهدف انك تتعلم تعاليم معينة من حياة الشخص ده، من مشاكله، من تحدياته. خلاص؟ فمثلا لكن الكاتب يختار مواقف او قصص معينة من حياة الشخص، مش هيجيب لك حياته بس هيختار مواقف معينة. بالظبط زي مثلا قصة ابراهيم، بدت عمره 75 سنة ما نعرفش اي حاجة. الكاتب عايز يوصل لنا دروس معينة من مشكلته بدت، اللي هو خلاص وصل 75 وصار خلاص مشكلتهم كانت ايه؟ الخلفة. بالظبط. يجيب لك دي ووري لك ازاي هم تعاملوا مع المشكلة، عشان دي فيها دروس لنا انه احنا بنعمل زيهم. البشر كلهم اسطمبة واحدة. فدي عينات، العينات دي تنطبق علينا احنا. كويس؟ طيب فهنا الكاتب بيذكر لك حاجات معينة بحسب غرض الكتابة. مثال صمويل الثاني واخبار الايام الثاني بيحكوا لنا عن حياة داود. الاثنين، واحد صمويل الثاني يذكر لك حادثة الزنا، اخبار الايام الثاني ما يجيبش سيرتها خالص، زنا داود والعد اللي عمله ده خالص لا يذكر حادث. فهو بتاع اخبار الايام الثاني اللي هو غالبا عزرا هو الكاتب بتاع اخبار الايام الثاني، يقول لك فهو لا يلغيها او يتعارض معها او ينفيها، الحادثه بتاعت الزنا دي. كويس؟ لكنها لا تخدم غرض الكتابه. بتاع اخبار الايام الثاني عايز يثبت انه داود هو الملك الحقيقي لشعب اسرائيل، وكل الملوك مفروض يمشوا في نفس المنهاج بتاعه اللي هو رسم ده، الهدف بتاعه. فعايز يمجد داود ويرفع داود، ده هدف الكتابة بتاعه. صمويل الثاني بيحكي لك القصة كما حدثت عشان فيها دروس لنا، فده عنده غرض وده عنده غرض. اوكي؟ كذلك في حياة الرب يسوع في روايات الانجيل. لحظة انا ما قلتش الاناجيل، قلت روايات للجمع الانجيل الواحد. احنا عندنا كم انجيل؟ انجيل واحد وانجيل في اربع روايات. انجيل يعني شارع. خبر سار. احنا عندنا كم خبر سار؟ واحد. اربع اخبار سار واحد. خبر واحد لكن جاء باربع روايات مختلفه، كل واحد
تختار المواقف أو القصص التي تخدم غرض الكتابة. أخدين بالكم؟ لأنه الإنجيل تبع القصص، مش كده؟ ففي يوحنا في إنجيل يوحنا 21-25 يقول لك وأشياء كثيرة صنعها يسوع لم تكتب، مش كده؟ بالظبط، لم تكتب في هذا الإنجيل، إنما هذه قد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، مش كده؟ فهو بينقي لك حاجات معينة تتناسب مع غرض الكتابة بتاعه. مثال حادث مرور شاهدوا تفاصيله 4 أشخاص، واحد طبيب، واحد صحفي، واحد مندوب شركة تأمين، واحد عسكري شرطي مرور أو عسكري زي ما بتشوفوا. بتلاقي دلوقتي حاسة عندنا بتلاقي بتاع المطافي وبتاع الإسعاف والبوليس، الثلاثة جم في نفس اللحظة. صوروا انه في قائد بتاع الاسعاف وفي واحد صحفي ومندوب شركه تامين وشرطي. كل واحد ركز في تقريره، كل واحد كتب تقرير عن الحادث، كل واحد ركز في تقريره على وجهه نظر معينه. الطبيب يهمه ايه؟ الاصابات، مش كده، وكان حاله خطيره وفي نزيف في كشف وفي واحده حامل وفي حاجات زي كده، ده اللي يهمه. خلاص؟ طيب، والصحفي امتى تمت؟ الساعة كام؟ سببها ايه؟ في انهي شارع؟ كويس؟ وهكذا. مندوب شركة التأمين ملوش علاقة بده كله. العربية بقى العجل حصل له حاجة، الموتور كويس، الصدام، مش عارف ايه، التلف في العربية قد ايه؟ ما يهموش الناس، ما يهموش اي حاجة. والعربية تأمين شامل ولا تأمين إجباري ولا تأمين إيه ولا يهمه يعرف التفاصيل دي كلها. شرطة المرور مين اللي غلطان؟ شرطة المرور. العربية دي مترخصة ولا مش مترخصة؟ الرخصة دي خلصت ولا إكسبايرد ولا مش إكسبايرد؟ ده اللي يهمه، ما يهموش أي حاجة تاني. صح؟ فكل واحد عنده التخصص بتاعه، وكل واحد كتب التقرير بتاعه يخاطب جهة معينة، واحد كتب للجورنال، واحد كتب للمستشفى، واحد كتب لشركة التأمين، واحد كتب لقسم الشرطة. البشائر الثلاثة الأولى متى مرقس لوقا تقدم شخصية المسيح وعمله من الوجهة الخارجية الأرضية. واحد كتب عن متى كتب عن المسيح كملك، مرقس كتب عنه كعبد، لوقا كتب عنه كإنسان. على التوالي متى مرقس لوقا، بينما يقدمه لنا يوحنا من الوجهه الداخليه. لا، ده الله الظاهر في الجسد.